سعد الله مساكم. اليوم عندنا قلاية هوائية واردة سيف جاري أديسون. طبعا القلاية عندك 16 وظيفة تقدر تستخدمها وتجي معها هذه الأنواع. هذا نسر كحيم مدة 10 دقائق. نبي نسوي طبقة الحين إن شاء الله دجاج مع البطاطس الصينية هذه بالآلات الهوائية. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بقدر. هذه تجربتنا. ابو علي وش هالزين ما شاء الله؟ هالزين والله شفت عيونك ابو ماجد. هذه سنة كمة دجاج بعد ما حمناه وحطينا عليه خضار مقلي. وبعدين بنضيف عليه الخليط اللي هو قشطه وجبن سايل وكريمة الطبخ. نخليه يحمر على روان. الصينية جاهزة الحين. بندخله. على دجاج. طبعا يعطيك نص ساعة. هنا بدخل البطاطس القلاية. كل الدورين. البطاطس حتى الدجاج. استكات لحم. حلو. بس نبي نحط عليه طعم الفلفل الأسود. وملح ناعم. بعد ما يستوي نبي نحط عليه كرمة الطبخ بس مذاق. من الحوارية. طبعا هذه 16 وظيفة. احنا استخدمنا بعض الوظائف.